فأكبر وثن من ناحية الحجم اتخذ من دون الله هو الطبيعة عند الملاحدة، أكبر الأوثان حجماً في تاريخ الكفر البشري. كتاب اختراق عقل للدكتور أحمد إبراهيم من أفضل الكتب التي أوصي بها في هذا الباب، باب القضايا المتعلقة بالفيزياء والإلحاد. الكتاب يناقش هذه القضايا باحترافية علمية، وفيه أيضاً ردود على شبهات إلحادية مختلفة. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. قوموا بتحميل الكتاب وانشروه، بارك الله فيكم. ويعترف الفيزياء الملحد آرثر إيدينغتون بهذه المعضلة فيقول: إن فكرة أن لهذا الكون بداية، هذه الفكرة بغيضة بالنسبة لي، فكرة أكرهها. السلام عليكم. في هذه الحلقة سنتناول قضايا فيزيائية متعلقة بنشأة الكون وشبهات الملاحدة في هذه القضايا. في البداية علينا أن نعلم أن الإلحاد يقوم على الإيمان بقدرة الطبيعة على الخلق والإيجاد. الطبيعة عندهم مسؤولة عن الخلق والإيجاد والتدبير والعناية، نسبوا لها كل شيء. الطبيعة هي كل شيء، كما يقول الملحد اللآدري كارل سيغان. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. الطبيعة كل شيء، حتى أن توماس هاكسلي رفيق داروين وجرو داروين، كما كان يحب أن يسمى داروين بولدوغ، كان يسمي الطبيعة السيدة الطبيعة، ديم نيتشر. فأكبر وثن من ناحية الحجم اتخذ من دون الله هو الطبيعة عند الملاحدة، أكبر الأوثان حجماً في تاريخ الكفر البشري. وهذا بالمناسبة أحد الأسئلة التي ستكون في اختبارات هذه الدورة. فالإلحاد وثنية ينسب للطبيعة المادية القدرة على الخلق والإيجاد والتدبير. ريتشارد دوكنز يسمي الطبيعة صانع الساعات الأعمى، The Blind Watchmaker. فالطبيعة تصنع وتخلق عندهم. من أجل ذلك فالإلحاد يصنف ضمن الوثنية. وما أن يصعد الملحد جبل الإلحاد حتى يجد جماعة من الوثنيين جالسين هناك منذ قرون. فالإلحاد يؤمن بقدرة الطبيعة، لكن يدخل القرن العشرين لنكتشف أن هذه الطبيعة لها بداية. الكون ليس أذلياً، الكون غير مكتف بذاته. هذه الطبيعة، هذا الكون ظهر فجأة من اللا زمان واللا مكان. واليوم هناك إجماع علمي بين علماء الفيزياء على ذلك. في لحظة واحدة ظهرت مادة الكون، ظهر الزمان والمكان، بعد أن لم يكن هناك مكان أو زمان. وهنا كانت الورطة الكبرى أمام الإلحاد. فالكون أتى فجأة بمنتهى الضبط، وبثوابت فيزيائية مبهرة، وبحدود حرجة غاية في الدقة. الكون لم يوجد نفسه، الطبيعة لم توجد حتى نفسها فضلاً عن غيرها. هذه الاكتشافات العلمية أوقعت الملحدين في ورطة. يقول اللآدري ديفيد برلينسكي: ينزعج الفيزيائيون بشدة من حقيقة أن لهذا الكون بداية، لأن هذا أمر له لوازم دينية، أمر سيجعلك تفكر في الخالق. ونفس الكلام يقوله ستيفن هوكينج في كتابه الشهير تاريخ موجز للزمن. يقول هوكينج: الذين لا يحبون أن لهذا الكون بداية لا يحبون ذلك، لأن لهذا الأمر بعد ديني. ويعترف الفيزياء الملحد آرثر إيدينغتون بهذه المعضلة فيقول: إن فكرة أن لهذا الكون بداية، هذه الفكرة بغيضة بالنسبة لي، فكرة أكرهها. طبعاً الملاحدة العرب يعيشون بلادة وبرود الجهال أمام هذه الحقائق، فهم يسخرون من إلزام أن لهذا الكون بداية، لأنهم في الواقع لا يفهمون أبعاد هذا الإلزام. المهم أن بداية الكون دفعت الملاحدة في جنبات الأرض لوضع الكثير من الفرضيات والتخمينات. فقالوا مثلاً: ربما هناك قوانين فيزيائية قبل ظهور كوننا، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. لما كفروا اضطروا للرجم بالغيب،
بلا برهان ولا بينة أي تخيل للهروب من اللوازم الدينية. فكرة أن هناك قوانين فيزيائية قبل كوننا هذه فكرة سخيفة، لأن كلمة قبل غير موجودة في الطبيعة، فقبل وبعد هذه كلمات مرتبطة بالزمن، والكون كما قلنا أتى من اللازمن، وبالتالي لا وجود لكلمة قبل في العالم المادي الطبيعي. وللتبسيط فالكون أتى من اللازمان واللامكان كما قلنا، إذا لا يوجد شيء في العالم المادي يسمى قبل، لأن الزمن نفسه لم يظهر إلا بظهور العالم المادي، وبالتالي ليس أمامك إلا الخلق الإلهي المباشر للزمان والمكان والمادة والكون. ثم هل بهذا الافتراض، افتراض أن هناك قوانين قبل عالمنا، هل بهذا الافتراض أجبتم عن السؤال؟ سيبقى السؤال: ما مصدر هذه القوانين؟ من الذي قننها؟ من الذي أعطاها عملها؟ ما مصدر قانون الجاذبية الذي افترضه بعض الملاحدة سابقا لكوننا؟ ما مصدر هذا القانون؟ من الذي قننه؟ ثم إن قانون الجاذبية هو كبقية القوانين مجرد توصيف لحدث وليس هو ذات الحدث. وللتبسيط نقول أن قانون الجاذبية يفسر لي سبب سقوط هذا القلم وسرعة السقوط، لكن لا يفسر لي من أين أتى هذا القلم، وبالأحرى هو لم يوجد هذا القلم. فقانون الجاذبية لن ينتج كرة البلياردو، وإنما فقط يصف حركتها إذا سقطت على الأرض. قانون الجاذبية كبقية القوانين ليس كينونة مستقلة، ليس شيئا مستقلا، وإنما هو توصيف رياضي لحدث معين. لكن يأتي الملاحدة ليفترضوا أن قانون الجاذبية يكفي لخلق كرة البلياردو وعصا البلياردو واللاعب، إنها منتهى السخافة لتبرير الخرافة. أيضا بنفس القياس قوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة لا تخلق موتور السيارة، فليس من العقل افتراض أن قوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة هي التي خلقت موتور السيارة والسيارة والسائق والطريق. ما لجأ الملاحدة إلى هذه السخافات البائسة إلا لأنهم بالفعل في ورطة. وهنا يأتي ملحد ليقول لك: ربما في المستقبل نجد حلاً لهذه التساؤلات، وهذا يسمى التوسل بالمستقبل، أكبر مغالطة يقع فيها الملاحدة. سأكفر من أجل حجة ربما تظهر في مستقبل لن أكون فيه، وهكذا ملاحدة ذاك المستقبل سيقعون في نفس المغالطة، ولن تجد من يتفكه ويتندر بكل هؤلاء مثل المستقبل. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ليس من الحكمة ولا من العقل أن تحتكم إلى تخمينات حتى تبتعد عن الإيمان بالخالق. ظاهرة الكون الذي أتى بهذا الضبط وبهذه الحدود الحرجة فيه برهان آكد على الخالق الذي أبدع كل شيء. لو عطلت هذا البرهان العقلي الذي يلزمك إلزاماً بالتسليم للخالق، فعند أي مرحلة سوف تسلم له؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكون جاء في لحظة بمنتهى الضبط وبثوابت فيزيائية مبهرة. لو اختل ثابت واحد بجزء من مليارات 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 الأجزاء لما كنا هنا. إذن بعقلك، الإيمان الديني بالخالق أقرب أم هذه الغرائب التي نسمعها من الملاحدة؟ حكم عقلك. On the other hand, this cosmological constant is tuned to one part and 10 to the 120, 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea, that something is tuned to 120 decimal places just by accident. That's the most extreme example of fine-tuning.
No force in the history of cosmology has ever been discovered to be that finely tuned. The cosmological constant needs to be set to one part in a trillion, 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 trillion. Otherwise, the universe would be so drastically different that it would be impossible for us to evolve. That the cosmological constant arrived at such a tiny value by chance seemed to be out of the question. لا يمكن لشيء منضبط بهذا الضبط أن يأتي بالصدفة. الثابت الكوني من أكبر الأمثلة إبهاراً على الضبط الدقيق في كوننا. هذا كلام لونارد فاسكايند، واحد من أكبر علماء الفيزياء. وهنا يضع الملحد فرضية أخرى، وهي: ما المانع أن تكون هناك أكوان كثيرة Multiverse، وكوننا أتى بين هذه الأكوان بالصدفة؟ فرضية الأكوان المتعددة كما يعرف كل فيزيائي على وجه الأرض هي مجرد فرضية بلا دليل من رصد أو نظر. يقول عالم الفيزياء جون بولكينغهورن: الأكوان المتعددة ليست فيزياء، بل هي في أحسن الأحوال تصور ميتافيزيقي. لا يوجد دليل علمي واحد يدعو للإيمان بمجموعة من الأكوان المتعددة. أما الفيزياء اللامع راسل ستانارد فيقول: لا توجد حتى معادلة فيزيائية واحدة تدعم فرضية الأكوان المتعددة، إنها مجرد تخمينات وخيالات، ولا ندري لماذا يحاولون الانتصار لهذه التخمينات، إنه أمر مربك وغريب. وهذا كلام فيلسوف العلوم ريتشارد داويد. وحتى على افتراض وجود أكوان متعددة، فإن كل كون من هذه الأكوان سيبقى منعزل عن الآخر، منعزل سببياً. كل كون ظهر مستقلاً تماماً، وبالتالي فكل كون واقعة مستقلة independent event. وبهذه الصورة فلكل كون قوانينه الفيزيائية الخاصة والمستقلة به. وهذا يطرح إشكالاً أعمق، وهو أن لكل كون تصميم خاص، فأنت لم يعد أمامك كون بثوابت فيزيائية مدهشة، بل جملة أكوان لكل منها عملية إبداع، لكل منها قوانينه الخاصة وإلا ما ظهر. وربما بعض الثوابت في هذه الأكوان تفوق في دهشتها ودقتها الثوابت في كوننا بمليارات مليارات مليارات المرات. إنها إلزامات أكبر على الإلحاد. ثم السؤال الجوهري: من أين أتت هذه الأكوان؟ الأكوان المتعددة على افتراض وجودها ليست أزلية، بل لها بداية. وبما أن لها بداية، إذا لابد من مسبب لوجودها. وقضية أن الأكوان المتعددة لابد أن يكون لها بداية، هذا أمر معروف. نستمع لواحد من أشهر داعمي فرضية الأكوان المتعددة اليوم في الغرب، وهو عالم الفيزياء ألين غوث. نستمع له وهو يقرر أن الأكوان المتعددة لابد أن يكون لها بداية. Original, the mother of all beginnings. yes, that's right. Those issues are still a little unclear. I wouldn't say that those things are shown beyond doubt. But with reasonable assumptions, one could show that even in the context of inflation, with many bubbles forming, there would still be somewhere an ultimate beginning. There would still be somewhere an ultimate beginning. There would still be somewhere an ultimate beginning. It would still be somewhere ultimate beginning. ستبقى هناك بداية في مكان ما لهذه الأكوان. ستبقى هناك بداية نهائية للجميع. إذن سيبقى سؤال: من أين أتت هذه الأكوان؟ سؤالا قائما. ثم لتعرفوا سخافة هذا الافتراض، دعونا نضرب هذا المثال. عندما نسأل إنسانا: من أين أتى هذا الغلام الصغير الجميل؟ هل من الممكن أن يجيب ويقول: ربما له إخوة آخرين، بعضهم قد يكون قبيحاً؟ هل هذا جواب؟ من أين أتى هذا الكون الأنيق المدهش؟ ربما هناك أكوان أخرى. إجابة سخيفة على سؤال عقلي ومنطقي. يقول كريستيان دوف: لو حاولت أن تغرق السمكة بكل محيطات العالم فسوف تثبت وجودها، لن تغرق، لأن الأسماك لا تغرق لو وضعتها في الماء. فلو أغرقت كوننا بمليارات الأكوان سوف يبقى إلزام الضبط الدقيق في كوننا قائما. فالإلزامات والأسئلة
سوف تبقى حية تتنفس ولو أغرقتها بمليارات الأكوان، بل إن كل كون جديد سوف يزيد الإلزامات تعقيداً. وبالمناسبة هنا لابد أن نقول أنه ليس هناك أي مانع شرعي من وجود أكوان أخرى، فالله عز وجل هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لكن التدليس أن يتم افتراض أن هذه الأكوان مبرر لوجود كوننا، كل كون منعزل عن الآخر، كل كون له بداية، كل كون أتى بإبداع مدهش وإلا ما ظهر. الافتراض الأخير الذي نعرضه في هذه الحلقة للملاحدة وهو قولهم: ما المانع أن يكون كوننا قد أتى بالصدفة؟ القول بالصدفة لحظة ظهور الكون هذا جهل بأصول الاحتمالات، لأن الصدفة لها شرطان لا ينفكان عنها: شرط الزمان والمكان. الصدفة تشترط زمان تحدث فيه أثرها، وتشترط وجود مادي مكاني تنتج فيه مفعولها. والكون كما قلنا باتفاق الفيزيائيين أتى من اللا زمان واللا مكان، وبالتالي من اللا صدفة. أما واجب الحلقة اليوم فهو كتاب سيستمر معنا إن شاء الله على مدار حلقتين، وهو من أجمل الكتب العربية في موضوع الحلقة، كتاب اختراق عقل للدكتور أحمد إبراهيم، من أفضل الكتب التي أوصي بها في هذا الباب، باب القضايا المتعلقة بالفيزياء والإلحاد. الكتاب يناقش هذه القضايا باحترافية علمية، وفيه أيضا ردود على شبهات إلحادية مختلفة. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. قوموا بتحميل الكتاب وانشروه بارك الله فيكم، ونبدأ في قراءة الكتاب قراءة جيدة وندون الملاحظات. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.